قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء إن مصر لن تسمح بالمساس بأمن دول الخليج، مشيرا إلى أن الإرهاب الذي شهدته بلاده بتسعينيات القرن الماضي لن يتكرر حدوثه. وأشار الببلاوي خلال زيارة رسمية للإمارات أشار خلالها إلى أن جماعة الإخوان تتلقى دعما خارجيا، منوها بأنه لا توجد أي وساطة مع الجماعة، موضحا أن تنظيم الإخوان يريد أن يفشل الدولة اقتصاديا حتى يشعر الناس بالملل، مضيفا أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يبدأان باستقرار الأمن، لافتا إلى أهمية وجود ذراع أمنية لوقف أي إخلال بالأمن، مؤكدا كذلك أن إرهاب فترة التسعينيات لن يتكرر بمصر، وأشار إلى أن هناك رغبة وتصميم على إعادة الأمن لسيناء، مشيرا إلى أن سيطرة القوات المسلحة والشرطة عليها تزداد يوما بعد يوم. مصر لها رؤية متكاملة تبدأ بأنه استقلال وسلامة واستقرار الخليج هو جزء من سلامة واستقرار وسلامة مصر. هذا أمر لا جدال فيه. فأي شيء يمس استقرار دول الخليج هو مساس مباشر للأمن القومي المصري. هذا وقد وصل الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى مطار القاهرة عائدا من الإمارات بعد زيارة استمرت 4 أيام تم خلالها التوقيع على الاتفاقية التعاونية بين البلدين في العديد من المجالات، كما التقى بكبار المسؤولين بالدولة الشقيقة ورئيس جهاز هيئة الاستثمار بأبوظبي ورئيس صندوق النقد العربي. مستمرين مع حضراتكم في الحياة الآن، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.